صباح الخير أعزائي طلبة الصف الثاني الابتدائي، معادنا اليوم مع درس جديد، درس اسمه أنا أستطيع. الدرس ده مهم جدا، بيعلمنا إزاي يكون عندي حماس وشجاعة. أتمنى أن أنتوا تفهموا معايا الدرس ده وتستمتعوا بيه. الدرس ده صفحة 12 في كتاب المدرسة. أولا العنوان أنا أستطيع، أنا أستطيع. هنقرأ الأول مع بعض وبعدين نشرح وناخد المفردات مع بعض. الصورة الأولانية، في فناء المدرسة وقف المعلم ليختار فريقا لكرة القدم من التلاميذ. الصورة الثانية، اختار المعلم التلميذ آدم. ثلاثة، لكن آدم قال. أربعة، أعتذر منك يا معلمي، لا أحب أن أكون سببا في الخسارة. سورة رقم خمسة، قال المعلم أنت نشيط وماهر يا آدم وتستطيع تحقيق الفوز، كن واثقا. نظر آدم فرأى صديقه زي يحرز هدفا في السلة، تحمس آدم وقال لنفسه أنا أستطيع سأحاول. هنقرأ الدرس مع بعض وهنحاول نكون نفهم المعاني والكلمات الصعبة. أنا أستطيع، في فناء المدرسة وقف المعلم، عندي كلمة المدرسة، جمع المدرسة المدارس، تمام؟ وقف المعلم ليختار فريقا لكرة القدم، عندي كلمة المعلم، جمع المعلم المعلمون، من التلاميذ، مفرد التلاميذ التلميذ، تاني جمع المعلم المعلمون، مفرد التلاميذ التلميذ. اختار المعلم التلميذ آدم، جمع التلميذ التلاميذ. لكن آدم قال، مضاد قال، سكت. أعتذر، أعتذر منك يا معلمي. أنا عندي عايزة أقف عند يا معلمي، يا معلمي. دي لما يبقى عندي الأداة يا يبقى ده اسمه أسلوب نداء، يبقى ده اسمه أسلوب نداء. كمان عندي معلمي يعني بتاعي، في الآخر إيه اسمها ياء الملكية، ياء الملكية. يبقى الكلمة دي أو الجملة دي فيها أسلوب نداء، يا معلمي، يا آدم، يا حسن، يا إبراهيم، يا مروة، تمام؟ وفيها ياء بتاعي، معلمي، ياء ملكية، كتابي، قلمي، تمام؟ دي اسمها ياء ملكية. لا أحب أن أكون سببا في الخسارة. أحب عكسها أكره، وهنا قال عكسها سكت. ماذا قال آدم؟ أعتذر منك يا معلمي، لا أحب أن أكون سببا في الخسارة. قال المعلم أنت نشيط وماهر يا آدم، عندي كلمة وتستطيع تحقيق الفوز، كن واثقا. عندي كلمة ماهر اللي هي بارع، تستطيع تقدر، وعكسها تعجز. كن واثقا، كن متأكدا، كلمة واثقا معناها متأكدا، وده أسلوب أمر، كن، كن واثقا. جمع المعلم المعلمون، مضاد نشيط كسول. يا آدم، ده أسلوب نداء. كن واثقا، دي أسلوب أمر. نظر آدم فرأى صديقه زين يحرز هدفا في السلة. عندي كلمة رأى معناها شاهد، ورأى آخرها ألف لينة مش ياء،
تنطق ألف وتكتب ياء، الألف اللينة تنطق ألف وتكتب ياء. رأى، يحرز يعني يحقق هدف، هدف جمع هدف أهداف. تحمس آدم وقال لنفسه أنا أستطيع سأحاول، أستطيع يعني أقدر، أنا أستطيع يعني أقدر، وعندي كلمة تحمس يعني تشجع. متى تحمس آدم؟ عندما رأى صديقه زين يحرز إيه؟ هدفا في السلة. ماذا قال آدم لنفسه؟ قال أنا أستطيع سأحاول. دلوقتي معادنا مع تدريبات الدرس صفحة 14، افتح كتاب المدرسة معايا. بيقول لي فكر وعبر بالرسم عن شيء أنت ماهر فيه ثم شارك. أنت ماهر في إيه؟ أنت ماهر في لعب كرة القدم، أنت ماهر في الرسم، أنت ماهر في القراءة، أنت ماهر في إيه؟ في السباحة. ممكن نرسم صورة زي دي وأقول أنا ماهر في السباحة، أنا أستطيع السباحة. تمام؟ السؤال اللي تحتيه اقرأ واكتشف. نشاط ألف، فل كل كلمة بمعناها. احنا هنا بناخد الكلمة اللي متلونة باللون الأحمر وبنحاول نحدد معناها من خلال الجملة اللي احنا مكتوبة قدامنا. أنا ماهر في لعب كرة القدم. يا ترى كلمة ماهر معناها ايه؟ معناها أقدر، ولا معناها متأكد، ولا معناها بارع؟ أقدر ولا متأكد ولا بارع؟ حاول تخمن. أنا ماهر في لعب كرة القدم، أنا بارع، ممتاز، أنت كده شاطر. طيب أنا أستطيع أن أجري بسرعة، أنا أقدر أجري بسرعة، أستطيع يعني أقدر، يبقى هنوصلها بكلمة أقدر. كن واثقا دائما من الفوز، كن واثقا دائما من الفوز. واثقا يعني متأكدا، متأكدا، برافو عليك، يعني واثقا يعني متأكدا. اقرأ القصة ثم أجب. هل وافق آدم على الاشتراك في المسابقة؟ هو آدم وافق في النهاية على الاشتراك في المسابقة، فهنختار لها كلمة نعم. رقم 2، لا يريد، رقم 2، لا يريد آدم الاشتراك في المسابقة لأنه، لأنه إيه؟ لا يريد آدم الاشتراك في المسابقة لأنه، لأنه غير واثق من نفسه، ولا لا يحب كرة القدم؟ هو آدم غير واثق من نفسه، غير واثق من نفسه، كانش متأكد ان هو يقدر يفوز. رقم 3، قال آدم انا استطيع نعم بعد ان رأى صديقه زين يحرز هدفا، ولا يأكل طعام زين. ماذا كان يفعل زين؟ يحرز هدفا. من قائل هذه العبارة انا استطيع سأحاول؟ مين اللي قال الكلمة ديت، آدم ام المعلم؟ تقريبا آدم. تمام. بعد كده السؤال بعد كده بيقول سل كل كلمة، سل كل جملة. وصل نشاط جيم، سل كل جملة بما يناسبها. قال المعلم لآدم ليشترك في المسابقة، يا ترى قال له ايه؟ اعتذر آدم، نظر آدم، قال آدم. دي العمود الأولين. العمود الثاني، انا استطيع سأحاول، المعلم لأنه لن يشترك، كن واثقا، فرأى صديقه يحرز هدفا. أول واحدة عندنا قال المعلم لآدم ليشترك في المسابقة، هتختار من الناحية التانية إيه؟ قال له إيه؟ كن واثقا. تمام. اعتذر آدم للمعلم لأنه لن يشترك، اعتذر للمعلم. نظر آدم فرأى صديقه زين يحرز هدفا. بعد كده آخر واحدة، قال آدم أنا أستطيع سأحاول.
حان الآن وقت القراءة الجهرية، هيا اتبع تعليمات معلمك. حضرتك أنا هقرأ الدرس وحضرتك هتقرأ ورايا. نرجع تاني للدرس. أنا أستطيع. في فناء المدرسة وقف المعلم ليختار فريقا لكرة القدم من التلاميذ. اختار المعلم التلميذ آدم، لكن آدم قال: أعتذر منك يا معلمي، لا أحب أن أكون سببا في الخسارة. قال المعلم: أنت نشيط وماهر يا آدم، وتستطيع تحقيق الفوز، كن واثقا. نظر آدم فرأى صديقه زين يحرز هدفا في السلة. تحمس آدم وقال لنفسه: أنا أستطيع، سأحاول. هنحاول نرجع للسؤال بتاعنا. الصفحة اللي وراها بتتكلم عن ضمائر المتكلم. بيقول لي اكتشف الفرق بين أنا ونحن. دي ضمائر المتكلم، أنا ونحن. ضمائر المتكلم أنا ونحن. ثم أكمل ضمائر المتكلم أنا ونحن. تعال نشوف. بيقول لي أنا أستطيع الفوز، أنا أستطيع الفوز. عندي ضمائر متكلم أنا بتاعت المفرد ونحن للجمع. أنا للمفرد ونحن للجمع، بنستخدمها بس هما اتنين بس. أنا أستطيع الفوز، نحن نستطيع الفوز. أنا بتاخد على الألف لما بيجي وراها فعل، دي ياخد ألف. أنا أستطيع، أنا أستطيع. أما لو بصينا الناحية التانية هنلاقي نحن نا، والاتنين معمولين عندك بالأحمر. أنا أستطيع بالأحمر ونحن نستطيع بالأحمر. نحن لازم يجي وراها الفعل أوله نون، دي علامة بتاعتها من علامتها، لازم تهتمي بيها جدا، تخلي بالك. نحن نستطيع الفوز، لازم الضمير نحن ضمير متكلم يجي وراه نون. أنا أثق من النجاح، نحن نثق من النجاح. تحت بقى مطلوب منك تكمل حاجتين. المدرسة حب، أنا أحب، أنا أحب المدرسة. تمام. بعد كده عندي الناحية التانية هنكتب نحن نحب، نحن والنون، نحن نحب المدرسة. إذا عندك الضمير أنا ضمير متكلم للمفرد،
ونحن ضمير متكلم للجمع. أنا لازم يجي وراها حرف الألف، بعديها نحن لازم يجي بعديها حرف النون. المثال اللي بعديها، أكمل الجمل بفعل مناسب. هنا عندي أنا ونحن، مطلوب من حضرتك إن تكمل بعديها بفعل، وحضرتك لازم تركز إن أنا بيجي في الفعل اللي بعديها أولها ألف، ونحن بيجي في الفعل اللي بعديها نون. تمام؟ فهنشوف مع بعض. أنا أفرح بالفوز، يبقى نحن نفرح، برافو عليك، بالفوز. بعد كده أنا واهتمينا طبعا، أنا أحب عملي. بعد كده هيكون الإجابة نحن نحب عملنا. اهتمينا طبعا بإن احنا يكون عندنا حرف الألف وحرف النون، دي حاجة مهمة جدا ما ينفعش تنساها. أنا أستطيع العمل بمهارة، نحن نستطيع العمل بمهارة. يبقى احنا دلوقتي خد أنا ونحن ضمائر المتكلم. السؤال ده سهل جدا، ممكن نلعب فيه. عندي شوية حروف سين ميم تاء مربوطة طاء، وهنحطها، هننطق الكلمة، نحاول نشوف ايه الحرف بتاعها. كلمة خسارة، يا ترى ايه الحرف اللي بيدينا صوت الهاء؟ هو التاء المربوطة. الكلمة اللي وراها استطيع، طي طي، ايه هو الصوت دوت؟ طي طيع، طاء، برافو عليك. بعد كده تحمم، هو الميم، ممتاز. بعد كده المدرسة، هو حرف السين. نشاط جيم، عبر عن كل كلمة مما يلي بجملة. مطلوب من حضرتك انك تحط كلمة خسارة في جملة. فكر كده ازاي نحط في جملة، وجملة معناها كلام مفهوم، يعني ما تقوليش خسارة كبيرة. لكن تقولي خسارة التاجر كبيرة، كده انا فهمت ان التاجر خسر خسارة كبيرة. ماشي؟ طيب استطيع، برافو عليك، حلوة قوي الجملة اللي انت قلتها. انا استطيع السباحة، انا استطيع الفوز. ماهر، انا ماهر في الرسم، هذا معلم ماهر، ممتاز. واثق، كن واثقا من نفسك، او كن واثق من نفسك. سؤال بعد كده، شارك، عبر عن كل صورة بجملة مناسبة. عبر عن كل صورة بجملة مناسبة. الصورة الاولانية الولد اللي بيلعب كرة، هتقول عليها ايه؟ الطفل يلعب كرة القدم، حلو جدا. بنتي دي بقى بتعمل ايه؟ البنت تنظم وترتب حجرتها، البنت تنظم وترتب حجرتها. طيب سؤال بعد كده، نشاط باء، اتبع ارشادات معلمك في املاء الكلمات الاتية. مطلوب منك انك تتملى الكلمات الاتية. اول كلمة استطيع، ركز كده معايا. تاني في اول كلمة اللي جوه الستار، استطيع. الكلمة التانية كن، الكلمة التانية كن، لا. بعد كده واثق، واثق. آخر كلمة خسارة، خسارة. نشاط جيم، اكتب بخط النسخ، كن واثقا من قدراتك. خليك دايما واثق ان عندك قدرات، لو سمحت اكتب بخط النسخ بخط حل وبالتشكيل. كده يكون درس انا استطيع انتهى. اتمنى ان اشوفك على خير في درس تاني. اتمنى ان تكون فهمت الدرس، درس سهل جدا بيعلمنا ازاي نثق في قدراتنا.